الإخوان والأخوات، أصدقاء ومتابعي القناة، السلام عليكم ورحمة الله. كنت منا تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. غادي نتكلم في هذه الحلقة على أحد أبناء الحضرة المراكشية المميزين، الدكتور محمد زهير، وهو أكاديمي باحث ناقد قاص وكاتب مسرحي، أستاذ الأدب والنقد الحديثين والمعاصرين، باحث في المسرح المغربي، بدأ النشر منذ بداية سبعينيات القرن الماضي، عضو اتحاد كتاب المغرب منذ سنة 1976، مسؤول سابق في عدة مكاتب لاتحاد كتاب المغرب فرع مراكش، مشارك في العديد من اللقاءات والندوات الأكاديمية والثقافية في مجالات تخصصه واهتماماته. له العديد من الدراسات والبحوث والمقالات النقدية في السرد والشعر والمسرح والتشكيل والسينما. له العديد من النصوص القصصية اللي تضمنت مجموعته القصصية أصوات لم أسمعها، وقد حصلت هذه المجموعة على جائزة المغرب للكتاب صنف السرديات لسنة 2011 من أعماله الإبداعية في الكتابة المسرحية مسرحية النداء المنشورة سنة 2013. نشرت بعض أبحاثه ومقالاته ونصوصه الإبداعية داخل المغرب وخارجه في مجلات وملاحق وصفحات ثقافية وفي كتب مشتركة. ومن المجلات التي نشرت أعماله هناك أفاق، الأقلام، الثقافة المغربية، تشكيل مغربي، فصول، عالم الفكر، مواسم، كتابات معاصرة، قاف صاد، فكر ونقد. تناول أعماله الإبداعية عدد من النقاد والجامعيين، ونشرت بعض المقالات مما كتب عنها. مناسبة الاحتفاء بأعماله تنظيم دورة للمسرح التجريبي باسمه وتكريمه خلالها بمدينة غنيفرة سنة 2013. نال العديد من شواهد المشاركات العلمية والثقافية عبر سنوات طويلة في الكتابة والبحث والمشاركات. قدم العديد من الإصدارات الإبداعية لمجموعة من الكتاب والشعراء المغاربة، له كتب في الإبداع والدراسة والنقد تعد للنشر قريبا، وهي بعض من رصيده الإبداعي والعلمي والثقافي على امتداد أكثر من 40 سنة. متمنياتنا للدكتور محمد زهير بالصحة والعافية والمزيد من الإبداع والعطاء. أحبائي، حتى نتلقى في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، خالص تحياتي.